ختاماً في مهرجان نهاية السنة الدراسية قبل 45 عاماً لإحدى المدارس في ماليزيا، نظم مستشار تربوي مسابقة للمدرسين، جمعهم في ساحة المدرسة وأعطى كل واحد منهم بالوناً لينفخه ويربطه في رجله، ثم قال لهم: لدي جوائز سأقوم بتوزيعها بعد دقيقة على كل مدرس يحتفظ بالبالون. وما هي إلا دقيقة واحدة انقض خلالها الجميع على الجميع يفجرون البالونات دهسا بالأرجل إلى أن نجا من الاشتباك أقواهم. فوقف المستشار أمامهم مستغربا: أنا لم أطلب من أحد تفجير بالون الآخر، قال لهم بأسف، لو أن كل شخص منكم وقف دون حركة لنال الجميع الجوائز، لكن التفكير السلبي طغى عليكم جميعا فاعتقدتم أن النجاح لا يتحقق إلا على حساب الآخرين، مع أنه متاح للجميع. نجح المستشار فصار وزيرا للتعليم ثم رئيسا للوزراء. إنه مهاتير محمد. إلى اللقاء.